الإشارة المرورية الإلكترونية اللي المفروض تتعمل على كوبري ستانلي. يعني ان شاء الله في دراسه ليها وفي تخطيط ليها، وان شاء الله هتتعمل. يس برضو يعني مجرد هيتم تدبير الاعتمادات الماليه دي. الشارع السكندري فرحان جدا بالانتشارات، انتشار الاشارات الالكترونيه. هل هناك خطه لتعميم هذه الاشارات باذن السكندريه؟ الله هيتم تعميمها على مستوى اسكندريه، والمرحله اللي بعد كده تزويدها بكاميرات، استكمال الكاميرات فيها بعضها راكب عليه كاميرات، استكمال الكاميرات على كافه الاشارات ان شاء الله. شكرا سياده اللواء.